Welcome to Security Plus SY07 course number S six twenty four. command S six twenty four it's our our number but the actual name of the course security plus SY0701. Uh, what's seven oh one? 701 الترتيب بتاع الكورس والسكوريتي بلس بتجدد كله 3 سنوات قبل كده كنا شغالين 601 و عمل 3 سنوات اتغيرت الى 701 و 701 بيستمر بدأ من شهر 11 2023 بيستمر لحد شهر 11 الجاي 2020 إذا أضفنا 3 years 2026 فباخد ثلاثة سنوات وباخد ثلاثة سنوات ذات means أنت لو عملت certify الشهادة بتاعك فترة 3 سنوات وبعد كله كل ثلاثة سنوات لازم تجدد الشهادة تجددوا ما معناه أنت تمتحن امتحان تاني تجددوا معناه بدوك الابديت وتقرأه وبعد ذاك آه تقدر تجدده عن طريق آه كورسات معينة أنت بتأخذهم أو بدوك آه ماتيريس معينة وتخلصهم وترسل لهم أنك أنت عملت كومبليت للكورس وبيجددوا لك لكن لو أما خليته إكسبير انتهت قبل ما تجددو إلا تمتهن تاني عشان يعمل لك شهادة وكده أي شهادة فيو سيريال نمبر إذا قدمت لأي شركة بشيلو serial number وبيعملوا check أنو شهادة valid or not طيب كمبتيا واتس كمبتيا كمبتيا اسم الشركة وبيقدم uh, عدة شهادات في مجال اي تي ففي كمبتيا نت uh, A بلس وفي كمبتيا نت بلس في كمباتية سيكوريتي بلس في كمباتية لينكس بلس في كمباتية بين تيستين وهكذا هو سلسلة من شهادات كده بتاع اي تي طيب ده فكرة بسيطة عن ال سيكوريتي بلس هنجي نتكلم فيه بتفاصيل كتير ليتر طيب طيب هاي تك اسم الشركة اللي احنا نقدم فيه الخدمة ده فنجي نشوف تعريف بسيط عن هايتك Who we are? The high tech is LLC. Provided practical information, technology training. High tech offer hand-on practice training, cyber security,

هنساعدك انك انت كيف اه تلقى الشغل وشنو المطلوب والاشياء المطلوبة انك انت لحد ما تخش في مجال الشغل وكده في مجال اي تي جابس طيب الميشن بتاعنا اول ميشن to, to empower by the شنو prevailing information technology providing information technology an open opening employee opportunity into the tech sectors احنا في تعليق مجال لانك انت تخش في مجال التك سيكتورز في مجال التكنولوجي اذا انت already في مجال التكنولوجي او انت ده تغير الكوريه بتاعك تخش في مجال التكنولوجي ده الميشن بتاعنا احنا نحاول نوصلك الى uh, مجال التكنولوجي او التك What high-tech do؟ احنا نعمل شنو؟ We provide hand-on training نقدم لك training في تلاتة phases practical training و career coaching و job replacement دي الحاجات اللي احنا نقدمها نقدم training تدريب كورسات بعدك career coaching و job replacement طيب uh, job replacement we developing uh, three steps in job searching assessment uh, program uh, و resume help و job searching و interview preparation ده الحياة إحنا uh, نقدمه في ال... أو high tech بقدم في مجال job replacement فنقدم resume uh, help um, نساعدك في انك كيف تعمل ريزمي وفي مجالين مجال الجوفرمنت ومجال ال مجال ال ال private companies و job searching كيف تقدر تحصل على job في two وال interview preparation interview preparation يعني أنا خبرة كبيرة جدا في أنه كيف نخليك آه تعمل interview وكيف To... كيف تعمل باس للانترفيوز فده بعد ما انت تخلص الكورس وتبدا في مجال الجوب ريبليسمنت و يعني اننا خبره في مجال انترفيوز مع الصدفه انا اليوم حتى كنت في في انترفيو بانلز عشان نعين ناس في مجال السايبر سيكيورتي فعملنا انترفيو ل... لشخصين من خمسه كده المهم اننا في النهايه عندنا خبره في مجال ان... انترفيو بالذات في مجال الجوفرمنت الناس اللي نشتغل في مجال الجوفرمنت Um, not what's going on in interview, what questions they ask you, and how they rate you. كيف يحس يحزب... كيف يقدر يحدد أنه منو ال ال good candidate كده. طيب. ده نبذة بسيطة عن شركتنا هاي تيك وإذا في أي سؤال بعدين ممكن نرجع للناس وكده طيب هنقدم تاع سكيورتي بلس المادة طبعا باللغة الإنجليزية English language لكن احنا نشرحه بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بها نشرح بالعربي والإنجليزي إذا زول عنده أي حاجة ما واضح نرجع علينا كده طيب نيجي نشوف السكيورتي بلس ده الكورس بتاعنا السكيورتي بلس سكيورتي بلس هو في المنتر بتاع السايبر سيكيورتي اي شخص ده يشتغل في مجال السايبر سيكيورتي ده اول حاجه لازم يعملوا سكيورتي بلس والسكيورتي بلس بيشمل كل المجالات بتاع السايبر سيكيورتي بعمل تاتش ده كل مجالات السايبر سيكيورتي أو مجال أمن المعلومات بعد ذلك إذا كان دار توسع فيه وتأخذ جانب لأنه لو قلنا سايبر سيكوريتي جانب كبير جدا و سايبر سيكوريتي مجالات كثيرة جدا زي زول بقول لك أنا شغال في مجال اي تي لما تقول اي تي ما ما حاجة محددة في مجال بتاع ديسك آ... أو التكنيكال سبورت في مجال بتاع السيرفرز للمسؤولين من السيرفرات في مجال بيشتغلوا في الداتا سنتر وبعملوا كونفجريشن للسيرفرز في مجال بتاع كلاود كومبيوتين المجال بتاع كلاود وفي مجال بتاع السايبر سيكوريتي وفي مجال بتاع بتاع النتورك والنتورك برضو فيه أقسامه و والسايبر سيكوريتي برضو بأقسامه فلما نقول سايبر سيكوريتي برضو فيه أقسام كتيرة جدا لأنه الآي تي متشعب و زي ما قلنا زي الآي تي ذكرنا فيه جزء برضو فيه مجال بتاع الداتا وفي مجال بتاع أناليسيس كتيرة في بروجرامين سو so on. so علم كامل يعني اي واحد مجال واي مجال بتفرع وكده ف سكيورتي بلس ده بخت لك الفوت برينت uh, بتاعك في مجال السايبر سيكوريتي. طيب طيب شنو ال what's Competia Security Plus Certification Competia Security Plus Certification It's a global certification exams with white and baseline skills you need to perform core security functions and purchase in cyber security careers هو مجال بتاع مدخل للسايبر سيكوريتي وهو مدخل أو بمشي ديب في السايبر سيكوريتي بعد ذاك انت ممكن تبدأ تشتغل بيه وبعد ذاك لو حددت انك دا تمشي في تفاصيل السايبر سيكوريتي ممكن تعمل another certificates

Security Plus is the leading global certification that proves you have the core cybersecurity skills to advance your career. Nearly 600,000 IT pros have earned CompTIA Security Plus. Once you have Security Plus, the number one core cybersecurity certification on the market, you can problem solve a wider variety of today's complex security issues. Prepare yourself with hands on coverage of the latest trends and techniques. You'll learn the five areas of security, including attacks, threats, and vulnerabilities, architecture and design, implementation, operations and incident response, and GRC. Security Plus has become the gold standard for corporations and governments worldwide. For years, it has been the primary choice for fulfilling U.S. Department of Defense 8140 8570 compliance. Security Plus has demonstrated its ability to make sure you have the right foundation for your cyber career. Because Security Plus has helped organizations for years, it's no wonder that more and more people in various job roles are turning to Security Plus to enrich their security skill set. Study with the official CompTIA content exclusively developed for Security Plus and hit the ground running with the best cybersecurity certification on the market. Prepare yourself to address today's threats as well as anticipate the next attack. Head on over to comptia.org forward slash security to learn more and secure your future. summarize the course Cybersecurity. فا اذا دار اي معلومات اقول لك امشي دوت campatia.org آه هو عامل الكورس و فيه تفاصيل اكثر لكن هو يعني الفيديو ده ادانا دا السمري ل... للسايبر سيكوريتي فنجي نشوف ممكن تفاصيل جزء من... you... طيب طيب آه قلنا احنا آه مدخل للسايبر ل... 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 ف... سيكوريتي نشوف انه آه... Give me one طيب. آه... آه العالم طبعا محدد ب... بقيمات إلكترونية في كل لحظة وفي كل دقيقة. عشان كده بوريك أهمية السايبر سيكوريتي في الوقت الحالي مع التطور التكنولوجي الماشي في تطور برضو بتاع الجريمة بتاع السايبر ماشي بنفس المعدل فبقى ضروري جدا أنه يعني أي شركة بحتاج لزول بتاع السايبر سيكوريتي أو تيم بتاع السايبر سيكوريتي زي ما بيجيبوا تيم للنتورك تيم للبرامج وكده محتاجين برضو تيم للسايبر سيكوريتي لأنه أنت الشركة بتاعك لو عنده ملايين وملايين ده لو عندك نتورك وما عملت له تعميم ممكن يروحوا في دقائق ده بوريك السايبر سيكوريتي نيجي نشوف مثال بس بسيط جدا في السايبر سيريت هسي شنو المحددات يعني شوف الأتاك جماعة البحث اليومي في العالم شنو سايبر وار. فوق بديق على الدول اللي قاعد بيعمل اتات في نفس اللحظه ونمبر اتات في الثانيه الواحده اما عندي على اليسار بديق التارجت الدول اللي قاعد بيعملوا التارجت زي ما قلنا لو لاحظت هنا الاتاك وده التارجت يعني الديل الناس ال ال الدول اللي قاعد يعمل اتاك في نفس اللحظه ده وده الدول ال ال القاعد يحصل له قاعد يحصل له افكت من الاتاك يعني الديل قاعدين يضربوا في ديل وده بورينا الانواع بتاع الاتاك اللي قاعد بيحصل وكده وده بدينا قاعد يعمل اتاك بالظبط في ياتو سكشن في الكمبيوتر مثلا في السيرفر مثلا في الدومين في اتش تي كده يعني بعدين نيجي نتكلم عن اشياء ده كله بالتفصيل ده, ده عشان اديكم صوره عامه في العالم آه ده طبعا في الثانيه الواحده اللي بحصل يعني ده بوريك الاتاك القاعد بحصل في الثانيه الواحده ديل دي قدروا بس اعملوا له يعني وكده <applause> لاحظت انه الاتاك بيتم بصوره رهيبه جدا في العالم وكده يعني ف اللي لاحظت في كلمتين ظهرت عندنا إن سايبر ديفنس وسايبر شنو سايبر اتاك يعني في ناس بحاولوا بيعملوا هجمات وفي ناس بيعملوا شنو بيعملوا حمايه فانت بتكون موقع وين انت لو درست بكون موقع وين تشتغل وين يعني تشتغل فيه آه، انت اخذت السكيورتي بلس تشتغل في السايبر ديفينس تحمي كويس تحمي بعد ذاك انت لو دار تكون سايبر اتاك بعد ذاك تكون زي هاكرز يعني وتدرس زياده مثلا تدرس بنتليشن تتحول الى سايبر اتاك انت ذاتك تكون يعني من الناس اللي بيعملوا اتاك وكده يعني اتاك مع ما معناه انت بتمشي تعمل جرائم لكن انت بتشتغل اس اتاك انك تشتغل في الشركة بعينوك كاتاك آه، تقوم تحاول تخترق الشبكة بتاع بتاع الشركة اللي انت شغال فيه ولما تخترقه عشان تعرف نقاط الضعف وتسلحو مش عشان تخربه كده او تقوم تعمل الشركة بانك انت تحاول تخترق الشركات بعيونك لكن بكونتراك و بيسموه بنتل... 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 انت بعيونك ك, ك... او انت بتكون عندك شركه خاصه وبتعاقدوا معك انك انت تعمل اتاك لشبكتهم لو لو قدرت عملت اختراق لشبكتهم تي توريهم تقول لهم عملنا اختراق في المحل الفلاني ف بليز فيكس ات يعني صلحوا المحل الفلاني مش تخرب انت لكن تاخذ باذنهم يعني انه يعني اي اتاك is crime you're gonna go to the jail. من هسه يعني اوريكم اي داير يشتغل في سايبر وحاول يعمل اي اتاك بدون اذن الجهه اللي انت بتعمله اتاك حتى لو ويرلس بتاع اذا دار تخترقه جريمه تمشي السجن فبي ممكن للحاجات التعليميه ممكن تكون اعطاك لحاجات تعليميه لكن انك تعمل اختراق ايزي طبعا ممكن تخترق واي فاي بتجاركم تخترق الشبكات تخترق ويب سايتس إس نوت بيج ديفيكولت بيج بيقول انك ممكن تمشي السجن في اي لحظة وكده وممكن يجيبوك في فرنسك في الأدلة الجنائية احنا برضه ان أدلة ال بتاع السايبر سيكيورتي بيجيبوك يعني مهما تكون المهم نيجي نشوف الكلام ده كويس طيب آه نتكلم عن السيكيورتي السكيلز enhancement first إننا attack threat vulnerabilities

And, you know, اتكلم عن شنو؟ نتكلم عن انتربرايز نتكلم عن ال عن عن الكلاود لما نقول انتربرايز معناه نتكلم عن الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة فيه فروع كثيرة إذا قال لك شركة انتربرايز معناه شركة كبيرة وفيه فروع فرو مؤسسة وفيه يعني زي مثلا نقول تشيس بانك امريكان بانك اوف امريكا Um, ministry of defense ديل بيقولوا enterprise بعدك في الشركات الصغيرة طبعا كويس احنا هنتكلم برضو نشوف كيف architecture uh, بتاعه شنو الهندسة بتاعه شنو والديزاين بتاعه بتيم كيف uh, next نتكلم عن implementations كويس هنتكلم عن الامبلمنتيشن في السايبر سيكوريتي انه في شنو ادمنستريتين ايدنتيتي اكسس مانجمنت بي كي اي بيزك كوتاغرافي ويرلس اند شنو اند تو اند سيكوريتي نتكلم عن الحياة دي كلهم هنتكلم فيهم بالتفاصيل هنتكلم عن ال كيف تدي اكسس للشخص وكيف توزع المهام وكيف اتكلم برضو عن الـ التشفير ما التشفير ونتكلم عن الويرلس ونتكلم عن إند تو إند security يعني كيف تحمي الشبكه من بدايته لحد اخر حاجه يعني كويس لاسلي جوفرمنت بسموه جي ار سي and ريسك اند كومبلاين نتكلم عن الريسك مانجمنت نتكلم عن الكومبلاينس معناها وال التوافق نجي نشوف انه هل انت متوافق مع الـ مع الـ مع, الـ مع القوانين بتاع السكيورتي وهكذا ونتكلم عن الريسك وانواع الريسك وكيف نتفادى الريسك والحياة دي نتكلم عن سكير كوير طبعا السايبر سيكوريتي تعمل شنو ايفالويت and operate and identify analysis and report يعني أي حاجة في cyber security أول حاجة تعمله evaluate بعد كده تيشي في الmonitors وبعد كده تكلم عن operate تكلم عن identity كلها يتكلم فيه بالتفاصيل كويس طيب uh... هنا تكلم هنتكلم برضو زي ما قلنا عن vulnerability كل أنواع الثغرات نتكلم عنه نتكلم عن virtualizations ال virtual machines نتكلم عن ال deployment application نتكلم عن, عن, عن ال عن نتكلم عن ال encryption. و نتكلم عن الكلاود، نتكلم عن الموبايل Mobile Devices الأجهزة بتاع الموبايل نتكلم عن ITO Internet of Things و نشوف ال Configuration بتاعهم بتم كيف و نشوف شوتين في فيو وكده نشوف برضه نتكلم عن ال Risk Management و عن ال بتاع ال Wireless و عن ال ventilation Testing القبيل ذكرناه و قلنا أنا انت Think that attack and vulnerability scanners. Type. Why aren't security certificate lay i'm a security plus. ways well a security plus collection security plus our company a security plus certificate, it is a. World Most Popular Cyber Security service هو الشهادة العالمية المشهور بتاع Cyber Security Plus uh, Also ال ICO ال uh, ICO ده طبعا Standard اختصار منو, منو بيعرف ال ICO اختصار لشنو منظمة بتاع شنو بزول عارفه ICO Institute Organization for Standardizations ده أي حاجة مجال الـ IT عنده uh, Standardizations ده بقيم الأشياء يعني أي حاجة في مجال الـ IT ده المنظمة اللي الأشياء فإحنا في Cyber Security عندنا الكوت رقم 17024 فده بقيم الـ. طيب السايبر سيكوريتي ال يبدأ uh, بتاعه بيبدا من 85000 و اب كويس 85000 اب بعد كده قلنا المنظم البقيم ده قيم انه السكيورتي بلس ده كومبلاين لل17024 كويس اوكي okay. طيب السكيورتي بلس برضو انه اهمية كبيرة جدا اذا دارت تشتغل في DOD او Department of Defense United States uh, مطلوب انك انت عشان تشتغل في المجال IT في ال DOD او Department of Defense او وزارة الدفاع الامريكية مطلوب انك انت لازم تعمل Security Plus لو ما عندك Security Plus ما بخلوك تشتغل في مجال IT خالص فاذا اهميته كبيرة جدا وكده طيب اكزام objective our domain a security plus من خمسة دومين الدومين الأول general security كونسبت و twelve وفي threat vulnerability and mitigate mitigation the من المادة و our وفي security architecture the 18 security واحد By uh, definition, security program management and overviews twenty percent. That the domain that so here, this is the heaviest one. Column of the hundred percent security plus. As I mentioned, general security concept at major filmia. It is not two, it's twelve. Regarding uh, the threat vulnerability and mitigations. محددات والصغرات والحماية uh, 22% بعد كده بي domain 3 أو chapter 3 بتكلم عن security architecture 28% بي uh, operations security operation 18% بعد كده بي security program management and overseeing ده 20% في الاجزاء طيب Security Plus exam details. An exam bintao is mo SY0-7. Become multiple choice. Taktar jawab sahiyah. Or endu hai tani bismo performance based question. Nekallemano. I mean, how many questions? Twenty questions. But twenty minutes? No, sorry. Ninety questions. Ah, uh, ninety minutes. Yana ahi soal bade giga. Al pass score is 750. اوكي اذا دار تعرف في بتاعه متغير تمشي ل دبليو رسوم الامتحان تمشي ل دبليو ده شكل الشهاده بتاع سكيورتي بلس لو حاسة هنا في نمبر is very important انت لما تكتب في رزمي لازم تكتب لهم الرقم ده انك عندك security plus this number كده نتمنى انه في نهايه الكورس الناس تمتهن وكل واحد يكون شنو هاف this سيرتيفيكيت فهذا جزء من الناس ال ال امتحانه الشهادات شهادات نموذج منهم نموذج من الناس اللي امتحانه already certified يعني by security plus طيب Uh, what jobs? What job can I get? Is there any other security plus you uh, know job that maybe you can take? I know a lot of people take just samples. What job can I get with CompTIA Security Plus certification? Um, you get a different job that can Uh, System Administrator، Cyber Security Administrator، Security Administrator، Security Specialist، Cyber Security Specialist، Cyber Security Engineering، وفي أسامي كثيرة كلها شغل the same يعني كلها شغل it is the same but just named. طيب ده, ده, ده مثلا لو مجالات تي IT IT Support Specialist Network Specialist Cyber Security Specialist Data Specialist and شنو Software Web Developer لو جينا غارنا ب... هنا طبعا مجالنا ده هسي هنا احنا هنا في السايبر Security لو عملتوا مقارنة بسيطة بيناتهم ممكن تشوف انو الـ, الـ Opening كيف ونسبة الـ وكده لو لاحظت مثلا تكنيكال سبورت النسبة المعوية تهدى بديك نسبة السوق بتاعه لو لاحظتها it's the biggest ميتين في المية كويس لو لاحظت النتورك مثلا ثلاثة في المية التكنيكال سبورت ثمانية وعشرين برضو عالي شوية لكن ما بحصل سكيورتي بلس A data specialist also uh forty-seven. This is two hundred and fifty-three is the highest one. If you see the salary also is the highest uh it's not higher one, but it's number two is a one oh two, the one one twenty, the one two. A security plus mahaligana range, beginners لحد intermediates ده لو لحس السالري اوكي okay. طيب what do high tech offer للحاجات اللي احنا نوفرهم طبعا uh, deep نديك uh, deep knowledge احنا هنشرح لك كل الكورس security plus نديك الماتيريال نوت ونديك ال uh, ال uh, questions And take practical questions and take a uh, tip and trick, tip and trick to correct the test. Uh, in a lab and on, ha uh, on hand trying in a labs and dig digital labs. Uh, the lab bitana, 30 hours. The Latin in a lab for uh, the Haliso. A lab bitana, web based virtual lab. It's more. سيرت ماستر لاب فده اللاب الاصلي من ال من الكمباتية احنا ديك اللاب دي فري تشتغل فيه اذا داير تاخده من ناس الكمباتية ممكن ترجع لهم هم. لكن اللاب بيكلف يعني بيكلف ك... طيب اللاب انت لو داير ممكن تشتري منه OK something going on here طيب sorry video steps then I will full screen OK طيب uh, اللاب انت ممكن تاخده منه. Uh, ممكن يكون 200 حاجة دولار لكن احنا ديك اللاب فري ما محتاج تشتري منه وتشتغل على اللاب ده بدك hand experience طيب الكورس course fees إذا عندكم أي question. قبل كويشن طبعا للشهادات كامبتيو آه احنا هنا في سيكيرتي بلس اه في اي بلس نت بلس سكيورتي بلس بعد كده بدها تمشي فيرزر تاخد الشهادات فيرزر لكن احنا هسي هنا في النقطه ده فا نعمل تغطية للحاجات اللي احنا محتاجين له ورا فا عنده ميزة ناس كمبيتير لو انت عندك سكيورتي بلس ما بيحتاج تجدد الشهادات الثانية حتى لو عندك كل ما يكون لك أعلى تجدد الأعلى ما بيحتاج أن تأخذ الأقل كده وده برضو الروت ماب للأي تي عموما لو الشخص داير يعني يمشي مجال أي تي كل الروت ماب للحاجات اللي انت بتدرسهم يعني داير اوكي زيز زمي اه سوري ماي نيم از احمد الحاج ده المفروض كان يكون في البدايه انا الفاوندر بتاع هاي تيك و شغال في مجال سايبر Security uh, more than 10 years في مجال IT و شغال في Enterprise ده توقيت الكورس بتاعنا من 8 ل 8 نيويورك تايمز 7 سنترال تايم شيكاغو ستة Mountains, ذا دنفر كولورادو فايف باسيفيك لوس انجلوس ده الزوم بتاعنا ثانك يو طيب uh, في حاجة كبيرة احنا المفروض ناخد نتكلم عنه بداية قبل uh, ما نفتح فرص للأسئلة uh, الناس بيسألوا هو السايبر اتكلمنا عن سيكيورتي بلس لكن وات سايبر سيكيورتي؟ We have a video on cybersecurity here. You know. Yeah, what's cybersecurity? What is cybersecurity? Cybersecurity is the practice of protecting systems, networks, and programs from digital attacks. This has been fueled by the explosive growth of the internet with 3.4 billion users, which has become a haven for hackers. Cybercrime has quickly become a top-level security priority across the globe. This has created a huge demand for cybersecurity experts. This is why learning about cybersecurity is more important than ever to develop secure software, identify and respond to cyber threats, and critically analyze digital evidence to solve and prevent crimes. Cybersecurity can open up many different career pathways. For example, ethical hackers are useful in testing the system security, while a cyber forensic investigator works with law enforcement to retrieve data or find digital evidence. We are more reliant on technology than ever, and cybersecurity plays an integral part in every device we use. Play your part in securing our digital future. Learn more about our cybersecurity and forensics course at Murdoch today. Okay, good. Now, what's cybersecurity? cybersecurity cybersecurity. فبعد كده نفتح فرص الأسئلة وبعد الأسئلة هناخد بريك بعد كده الجزء الثاني من المحاضرة يتكلم عن كيف تفسر على المواد اللي احنا قاعدين ننزلوه و اتكلم عن بعد بعض التفاصيل بعدك بكرة هيكون المحاضرة محاضرة نمبر ون في the same تايم the same زوم لينك اوكي طيب إذا في أي questions عندك free أنك أنت تفتح المايك وتسأل السلام عليكم استاذ احمد مرحب بك معاك الطيب السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم الاخوه والاخوات كلاس ميت استاذ احمد انا عندي سؤال انا بديت معاك الكورس 601 وخلصت الكورس لكن ما امتحنته فهل يركمينت أنه أواصل في ال 701 ولا أصبر أمتحن وبعد ذاك أجي ثاني أخد أوكي مرحبا بيك الطيب كيف أخبارك وما أمتحنت already 601 I'm retired مش كده أيوة من المحاضرة الهاسة من الليلة من كلامك في البداية فهمت أنه أيوة 601 being replaced by 701 يس yes, خلاص هو okay. 601 يبدو انه من شهر 6 عمر تايت خلاص يعني نو no واي انك تمتين 601 فهسي oh, 701 معناه وانت هتواصل معنا في 701 عشان تمتين 701 لانه 601 نو مور اوكي تمام شكرا جزيلا تمام yeah. yeah. ان شاء الله مواصل yeah. الله يبارك فيك yeah. في اي سؤال اي حاجة في راسك دار تسأل في حاجة ما واضح بالنسبة لك عندك اي كومنت اي حاجة دار تسأل انو في حاجة خاطر بارك في مجال سايبر في مجال اي تي اوكي okay. لو ما في اي questions انا بحب انه الناس يسالوا عشان نعرف بالضبط في رؤوسنا الناس شنو عشان نقدر نساعدهم المهم لو ما في question انا اخد uh, 15 minutes هنجي هنا و 10 نجي و 10 على حسب الساعة اللي عندك و 10 هنجي نتكلم عن الاشياء والطريقة انك تلقى المواد وين وكده يعني ونشوفكم إن شاء الله والتين فزي ما قلنا الشخص اللي ما داري نشوف الجزء ده ممكن يكون هيكون يزيد التسجيل وبعد ذاك المحاضرة بكرة في نفس الزمن بنفس الزوم لينك Alright see you after 20 or 18 minutes من الآن السوداني انا انا السوداني And uh...